ولعه الكافيه ده مليان حلويات ما شاء الله. ايه الجمال ده كله ده يا خراشي؟ مش اللي انا مرتبط بيها الجمال ما عداش على شارعهم. حبيبتي القمرايه، اهلا وسهلا ست البنات. حبيبتي القمرايه قمروا سهروا سهروا قمروا، وانت وانا الحديد بتهرق. بكاش قوي، ما باخدش منك غير كلام. يا بنت انا بكاش؟ ده انا ما بنامش غير على صورتك، ما بنامش غير على صوتكم. صوتكم؟ وبتنام على صوت مين تاني بقى ان شاء الله؟ امي. بنام على صوت امي وهي بتدعيني، وعلى صوتك يا حبيبتي وانت بتنيميني. يا حبيبي للدرجه دي بتحبني؟ بموت يا حبيبتي، مش بحبك بس يا بنت، ده انت فشيتي وكلويه من جوه. بس ايه اللبس ده؟ وحش، ما طويل ومحترم اهو زي ما انت عاوز، مش عاجبك؟ حلو يا حبيبتي حلو طبعا، انا مبسوط انك بتعملي كده عشاني. طب ثواني هكلم ماما. ماما اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وماله كلمي بابا وماما، كتكني لها فيكي وعلى شكلك وعلى لبسك، مش عارف ايه دبسني فيها دي. فين البيبسي يا عمنا؟ اه يا حبيبي اه حطه هنا. مش عارف انا، الواحد كان نفسه كده في حته كده مزه كده، بطه محشيه مهلبيه لوزيه، مش عارف انا مفيش حاجه كده. اه ده انا جعان. يلا يا حبيبي اطلب اكل. آه حبيبتي ده انا شفتك شبعت، ده انا بشوفك كده قلبي وكلويه وشفتي كده ومعدتي كلهم بيشبعوا، كلهم بيتملوا بيكي يا قلبي. بس بقى كتير كلام حلو. الحلو للحلو يا جميل، يا نهار ابيض يا واد انت عارس انت يا جميل. التليفون بيرن. استني يا حبيبتي بس ارد على التليفون ده واجي على طول، مش هتاخر عليك يا جميل حبيبي. الو ايه يا قمر حياتي؟ انا في الكافيه يا حبيبتي. لا قاعد لوحدي طبعا. ايه جايه؟ لا جايه فين؟ ده انا اصحابي جايين وهيقعدوا معايا وهتبقى لمه وبتاع. اصحابك معاكي؟ اه طب ماشي ماشي حبيبي ماشي، مستنيك يا روح الروح. ماشي ما تاخريش عليا حبيبي. يا ولا سلام. طب انا اعمل ايه بقى؟ انا اطلب اوبر واخليه يكلمني واعمل عليها حوار واطرقها. ايوه اطلب كده الابلكيشن. اذا مفيش اوبر خلاص اطلب كريم الوجهه بس، هو ده كلمني وعامل حوار واخليها تمشي. لا مؤاخذه يا روح الروح، تليفون شغلي كان مهم بس مفيش اهم منك انت يا واد قصب حياتي. قصب؟ انا قصدي عود بطل حياتي، بس نفسي رايحه للاسف. الله تليفون تاني برضو؟ يا ترى مين ده كمان؟ سيبني يا حبيبتي بس ارد على التليفون. الو الو السلام عليكم. مين معايا؟ ايوه يا فندم انا الكابتن اللي حضرتك طالبه، انا وصلت في المكان. مش واخد بالي يا حبيبي مين معايا؟ انا وصلت في اللوكيشن يا فندم، انا وصلت في اللوكيشن، انا من شركه كريم. يا كيمو حبيب قلبي اخبارك ايه يا كيمو؟ صوتك متغير ليه يا حبيبي؟ مالك يا اخويا؟ يا فندم انا مش كيمو ومش صديق حضرتك وما تقابلناش قبل كده، انا السواق اللي حضرتك طالبه من شركه كريم، دي حاجه زي اوبر واندرايفر الابلكيشن يا فندم. انا من الابلكيشن. انزيكيشن؟ انا ابويا جاله انزيكيشن. جاله انزيكيشن ازاي يا بيه؟ انا ما جبتش سيره باباك ولا مامتك ولا اهلك، انا من اللوكيشن، انا في اللوكيشن ومديك انتظار. حضرتك لخبطتني. يعني ايه طيب انت جاي في الطريق ده دلوقتي؟ يا بيه انا عند كافيه اسمه رويال، انا عند كافيه رويال منتظر حضرتك في اللوكيشن. طب يا حبيبي انا مستنيك يا حبيبي، تعالى بسرعه انا مستنيك اهو. يا بيه انا وصلت والانتظار 5 دقايق وانا انتظرتهم وهم خلصوا وانا كده هلغي الرحله. اه طبعا ده انا هلغي كل المواعيد اللي عندي، ده انزيكيشن، انا ابويا جاله انزيكيشن. انا مستنيك يا حبيبي مستنيك. ابويا جاله انزيكيشن يا حبيبتي. طب يلا نروح له عشان نطمن على عمه. نطمن على؟ لا ما ينفعش يا حبيبتي نطمن عليه ازاي؟ ده هو جاي والاهلي كلهم جايين يقولوا قاعد بيحب وسايب ابوه في الانزيكيشن.
تنفع. طب يا حبيبي خلاص انا همشي خلاص بقى، بس اطمني اول باول. اكيد يا حبيبتي طبعا هطمنك طبعا. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. اتكلي على الله. جاله انزكيشن. اتكلي على الله. ما بحبش في حياتي قد المغفلين. انت فين يا موزه؟ خدي بالك من اختياراتك، لان في حياتنا في اشباه رجال، وانت بالنسبه له زيك زي غيرك. الفرق انك بتفكري بقلبك وهو بيفكر بعقله. ما تخليش سوء اختيار يتحكم في مصيرك او يغيرك للأسوأ، بالعكس خلي عندك ايمان ان ربنا دايما بيكتب الخير. تفائلوا بالخير تجدوه،